لواجبه الانتخابي. إذن كما نتابع في هذه الصور، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي في رئاسيات 7 سبتمبر. نعم سيد أحمد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي من مدرسة باي بواد قريش بمدرسة أحمد باي بواد قريش. هذه الصور لإدلاء السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لواجبه الانتخابي. والأكيد سيد أحمد كما ذكرنا بأنه إلى جانب الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الآن السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الانتخابي.